إلى شارع المتنبي، حيث اقترن اسم هذا الشارع بالشعر والأدب والثقافة، لكن واقع الحال أفقده تلك السمة فتحول إلى مكان يزوره الجميع لالتقاط صور التذكارية من غير الاكتراث لأجوائه الثقافية. مثنى أبو زين زار الشارع وأعد لنا هذا التقرير. عندما تسمع بشارع المتنبي يخيل لك أنه مكان خالص للشعر والأدب والمهرجانات الثقافية، لأن اسمه اقترن باسم أهم شاعر في العراق. هذا المكان يبدو أنه شيئا فشيئا بدأ يفقد مكانته الثقافية وتحول إلى مكان يرتاده الجميع لالتقاط الصور التذكارية والتجوال بين أزقته بعيدا عن أجوائه الثقافية. شارع المتنبي شارع لا يستغني عنه، حتى المواطن العادي أصبح يأتي إلى شارع المتنبي. أستاذ، إذا ممكن أحد أبيات الشاعر المتنبي. نعم، أحد أبيات الشاعر للشاعر المتنبي باعتبار هذا الشاعر الشارع سمي باسم. نعم، يعني يقول المتنبي: أنا والخيل والبيداء تعرفني، والرمح والقرطاس، يعني والقلم. يعني المتنبي شاعر عظيم وشاعر ترك أثره في الحركة الشعرية والثقافية والأدبية، ولهذا سمي الشارع باسمه. هذا شارع أثري قديم، المتنبي يعني من نقول سنين الناس قاعد تجي تشوفه، فهسه هالمدار يعني ممكن بيت شعر للشاعر المتنبي، يعني باعتباره هو الشارع سمي باسم المتنبي. يعني شعر تعذرني، يعني انا ولو اهول الشعر بس ما حافظ الشعر نهائيا، فيعني انا من هوايتي صح الشعر، بس الشعر ما اعرف، يعني تعذرني على هاي، يعني من هوايتي الشعر بس احفظ شعر ما اقدر احفظه واحب شعر. لكن المفارقه هنا ان من اهم الابيات للشاعر المتنبي والتي خطت على تمثاله الموجود هنا في هذا الشارع: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمموا. ويشهد شارع المتنبي اكتظاظا كبيرا بحركة مرتاديه مقابل تراجع كبير في الحركة الثقافية، إلا أن هذا الأمر بنظر البعض قد يكون ظاهرة صحية، عسى أن يتأثر مرتادي هذا الشارع بغيرهم من المثقفين. يعني إن لم تكن من المثقفين فالتشبه بالمثقفين يعني لا يخلو من إيجابية، وأنت يعني هسه أنت تجولتوا بالشارع وشفتوا يمكن ازدحام، واللي يمكن شارين كتاب يمكن شارين الكشكة، واللي يشترون كتاب يمكن يشترون حتى ما أدري شو يسوون به، بس هي لا تخلو من صحة، يعني لا تخلو من شيء إيجابي، وإن كان هذا الازدحام يعني أحيانا يكون يعني زايد عن حده، حتى يكون أحيانا مزعج خصوصا مع هاي الترميمات اللي تجري، لكن أنا أشوف بها علامة صحة. يعني مثل ما أنت تجي إلى مكان يعني خليها بين قوسين موبوء، افضل تروح لو تجي للمتنبي تاخذ تمثال، يعني صوره يم تمثال المتنبي، تروح للقشله، تروح للمركز الثقافي البغدادي، شيء زين، ويمكن بالمحايثه شيئا فشيئا يمكن فد يوم ينعدون ذول اللي ما لهم علاقه بالثقافه يتشبهون بالمثقفين، ومن يدري ربما يصبحون قراء ويصبحون مثقفين، من يدري. ويعد شارع المتنبي من أهم المعالم التراثية والثقافية في العاصمة بغداد، وحاولت الكثير من المحافظات استنساخ تجربته بتأسيس شوارع ثقافية بأسماء شعراء وأدباء آخرين، إلا أنه كان وما زال مقصدا مهما لجميع العراقيين ومن مختلف المحافظات العراقية. مثنى أبو زين، قناة الرابعة.